أيام قليلة بتفصلنا على ذكرى، هي ذكرى عطرة وغالية على قلوب كل المسلمين والأمة العربية والإسلامية، ذكرى مولد النبوي الشريف. عشان كده وزارة التموين أعلنت عن طرح حلوى المولد النبوي بالمجمعات الاستهلاكية بتخفيض، التخفيض ده بيوصل ل25% مقارنة بأسعار نفس المنتجات في الأسواق، ده بجانب خصم إضافي على شراء الكميات الكبيرة. كل سنة طيب يا أحمد، كل سنة وحضراتكم بألف صحة وسعادة. يمكن كمان استكمالا لكلام أحمد، شركة مخابز القاهرة الكبرى التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية هتبدأ بداية من النهاردة ضخ حلاوة المولد في المجمعات. خلينا نعرف تفاصيل أكتر من اللواء علي أشرف الرئيس التنفيذي للشركة العامة لمخابز القاهرة الكبرى. صباح الخير على حضرتك وأهلا بيك معنا في صباح الخير يا مصر. صباح الخير أستاذة جمانة، صباح الخير أستاذ أحمد. صباح الخير يا ست اللواء. كل سنه وحضرتك طيب طبعا في البدايه، ولو توضح لنا المنافذ اللي هيكون متواجد فيها حلوى المولد النبوي باسعار مخفضه يا فندم. حضرتك احنا يعني طبعا كل سنه وحضرتك والشعب المصري كله طيب وخير. حضرتك بخير. واحنا بدانا بالفعل الانتاج وبدانا في طرح الانتاج بتاعنا من امبارح في حوالي 15 معرض تابع للشركه في محافظتي القاهره والجيزه، بالاضافه لكافه فروع الشركات وشركات الجمله والسلع التموينيه التابعه للشركه القابضه للصناعات الزراعيه وزاره التموين على مستوى كل محافظات الجمهوريه المنتشره فيها، وتم تسليم الكميات بالفعل وجار الان توزيعها على كافه المحافظات. بالاضافه لكده احنا طبعا توجيهات معالي الدكتور وزير التموين والتجاره الداخليه بمشاركه جميع الشركات في المعارض اللي بتقيمها الغرف التجارية في كافة المحافظات، وعلى رأسها طبعا المعرض الرئيسي اللي هيقام إن شاء الله في أرض المعارض في مدينة نصر أهلا مدارس، اللي هيقام خلال الفترة من 14/9 ل 29/9، وإحنا هنشارك كل الشركات إن شاء الله شارك فيها تبع الشركة القابضة للصناعات الزراعية بكل أنواع السلع اللي إن شاء الله هتكون متوفرة للمواطنين بمناسبة المولد النبوي الشريف وفي غير هذه المناسبة وباستمرار إن شاء الله. يعني سيادة اللي هو نفهم من كلام حضرتك ان معارض اهل المدارس اللي هتكون مخصصه لعرض المنتجات الدراسيه تحديدا هيتم استغلالها لايضا عرض حلوى المولد النبوي الشريف. بالضبط، هو الفكره ان احنا طبعا يعني الوزاره حريصه على انها توفر كافه انواع الاحتياجات للمواطنين على مدار السنه وخاصه في المناسبات الدينيه. نعم. فهي فرصه اقامه هذا المعرض في بدايه العام الدراسي تتزامن مع المولد النبوي الشريف. صحيح. وبالتالي رؤيه ان احنا كده بنتكلم على كم منفذ تقريبا يا سياده اللواء؟ بنتكلم عن كم منفذ تقريبا؟ احنا بنتكلم في القاهره على الاقل منافذ الشركه 15 منفذ. عندنا شركه النيل شركه ضخمه منتشره في كل احياء القاهره. نعم. المجمعات بتاعتها موجودين فيها، كمان الشركه المصريه لتجاره الجمله موجوده في كل محافظات الصعيد، الشركه العامه لتجاره الجمله موجوده في كل محافظات الوجه البحري. طيب برضو خلينا نعرف الساده المشاهدين يا فندم، نسبه التخفيض بتوصل لحد كام؟ هل بتكون موحده على جميع انواع واصناف الحلوى ولا بتختلف حسب كل نوع؟ كمان الجوده. احنا طبعا حضرتك موضوع الجوده، احنا الجوده عندنا على اعلى مستوى ونستخدم فيها يعني اعلى الخامات، الا ان الوزاره طبعا ليها سياسه تنتهج سياسه يعني مراعاه محدود الدخل، وبالتالي احنا بنعمل فعلا منتج متميز جدا باسعار معتدله جدا لا تقل باي حال عن 25 الى 30%، ده لو الاسعار طبيعيه. الاسعار السنه دي هتبقى مرتفعه شويه علشان خامات الانتاج مرتفعه، لكن رغم هذا احنا حريصين تماما فعلا بالفعل حتى ان كان فيها مشاكل موجود اقل من العام الماضي واقل من العام اللي قبله كمان مراعاه لظروف محدود الدخل خلال هذا العام. نعم سيادة اللواء، احنا بنتكلم على مناسبة من المفترض ان هي هتكون يوم الاربعاء 13 ربيع الاول و 27 سبتمبر تحديدا، مدة التخفيض دي هتكون مستمرة من الفترة امتى ولحد امتى؟ احنا ان شاء الله مستمرين من يوم بداية معرض اهل المدارس لغاية نهاية، هيبقى يوم يعني المعرض مستمر لغاية يوم 29. نعم. فالمولد النبوي الشريف يوم 27، فاحنا مستمرين لغاية نهاية الموسم. يعني يومين بعد المولد النبوي ان شاء الله. ان شاء الله. طب يا فندم، في كميه محدده لكل مواطن ولا كل مواطن يقدر يشتري زي ما هو عايز؟ لا اطلاقا، في حلاوه المولد ما فيش اي يعني اي كميه محدده خالص، هو متاح
كل مواطن ما شاء. وفي نفس الوقت احنا الكميه اللي عندنا اصلا كميه الحمد لله احنا بدانا بالفعل في 25 طن قابله طبعا للزياده وحسب احتياجات السوق. يعني احنا عندنا من الامكانيات ومن الخامات اللي ان شاء الله تمكننا ان احنا نغطي كافه المنافذ على يعني على مستوى المحافظات لغايه نهايه الموسم ان شاء الله. طيب سؤال تاني اخير بقى لحضرتك سياده اللواء، الكميات الكبيره هل بيكون ليها نفس نسبه التخفيض اللي هي ال 25% فاكثر، ولا دي بتكون متاحه على الكميات الخاصه بالاستهلاك الخاص بالاسره يعني؟ هو طبعا احنا التركيز اكتر على العبوات اللي هي اللي بتهم الفئات اقل دخلا يعني، فبنبقى مركز اكتر العلبه مثلا الكيلو وال2 كيلو وال3 كيلو. نعم. الكيلو عندنا بيبدا من 85 جنيه. طبعا ده مش اعتقد ده مش موجود، وفي 13 صنف يعني في 13 صنف في علبه كيلو وبتبقى ب 85 جنيه. بنشكر حضرتك سيادة اللواء علي أشرف الرئيس التنفيذي للشركة العامة لمخابز القاهرة الكبرى، وكل سنة وحضرتك بخير والأمة العربية والإسلامية بألف خير يا رب.